في المدينة القديمة بمراكش بالحي الشمالي للقصبة توجد المقبرة الملكية لسلالة السعديين. السلطان أحمد المنصور السعدي هو من قام بتشييدها في القرن السادس عشر. تقع المجموعة الأولى على يسار المدخل وتتكون من ثلاث قاعات: قاعة المحراب، قاعة الأعمدة الاثنى عشر، وقاعة الكوات الثلاث. أما المجموعة الثانية فتتكون من قبة لالة مسعودة. C'est la salle des femmes, la Lame Saouda, la mère de Mansour, plus tous les femmes. Ici, c'est aussi les femmes. Et les petites dessins là, noirs, comme on voit là, dans les coins. Et ça, c'est de l'époque à l'époque, ils ont resté bien conservés. Parce que comme ça, mais c'est un dessin, non c'est un dessin. Heureusement qu'il n'y a pas d'humidité ici. هذه المجموعة الجنائزية واحدة من جواهر الفن والهندسة المعمارية الرائعة للسعديين، تعكس عظمة وقوة هذه السلالة المغربية. يعاني موقع قبور السعديين من حالة حفد متدهورة. في 2013 عقدت مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان اتفاقاً مع وزارة الثقافة المغربية، الهدف منه هو ترميم تراث قبور السعديين وإعادة قيمته والحفاظ على ذاكرته وإرثه من أجل تاريخ المغرب. بدأت أشغال الترميم من خارج الموقع في قاعة المحراب وفي قاعة الكوات الثلاث. يقوم المرمم بالأشغال المتعلقة بإزالة الغبار وتنظيف ديكورات الجبس المنقوش. بالنسبة لأفاريز خشب الأرز المنقوش، يجب أولاً إزالة الغبار عليها. بعد ذلك تنظف القطع المتعددة الألوان باستعمال قطن مشبع بمحلول الأسيتون. يتم تنظيف صباغة الجبس قبل تقويته، ثم يثبت وتعاد صباغته. بمجرد الانتهاء من صنعها، تثبت القطع الجديدة من الخشب. يرسم الحرفي على ورق شفاف قطعة الزليج التي يجب إعادة صنعها بنفس مقاييسها وألوانها الأصلية. بمجرد قطعها توضع القطعة في مكانها باستخدام ملاط الجير. من أهم معايير الترميم هو إعادة وضع الأجزاء المفقودة من الزليج بشكل مماثل. يجب أن تكون ألوانها قريبة بقدر الإمكان من القطعة الأصلية وبنفس شكلها لكي نحصل على لوحة موحدة. خارج قاعة لالة مسعودة يتم ترميم شرفات خشب الأرز المنقوش وإفريز الجبس بإزالة الغبار وتعويض القطع المفقودة أو التالفة، بالإضافة إلى تقويتها وحمايتها. استغرقت أشغال الترميم سنتين لكي تكتمل. على سطح القبة المركزية بقاعة الأعمدة الاثنى عشر يمكن التمتع بالعديد من الأشكال: مربع يمثل الأرض، ثم في جزئها الأعلى دائرة تمثل السماء، رمز العبور من الحياة الدنيا إلى الحياة السماوية. في قاعة المحراب يمكن التأمل في كساء الزليج على المقابر، تتكون من أشكال وألوان وتصاميم مختلفة. لوحة جدارية من الرخام مزينة بعبارات وأرابيسك منقوش تنتصب في قاعة الأعمدة الاثنى عشر.
على الجدران كساء الزليج يدير أشكال هندسية متنوعة مصقولة بشكل راقي. ما يميز قاعة الكوات الثلاث هو طريقة ترتيب جدارها الذي يستند على المسجد الكبير، ولوجود ثلاث كوات مزينة بشكل رائع بالجبس المنقوش والمسبوغ. قاعة للم سعودة هي قاعة كبيرة مغطاة بقبة من خشب الأرز، وتشمل شرفتان ورواقان يرتكز كل واحد منهما على عمودين من الرخام الأبيض، تعلوهما منضدات مزخرفة بالمقرنصات وسواكف من خشب الأرز، كل هذا تحت سقف رائع. في القبة ترقد للم سعودة أم السلطان أحمد المنصور السعدي. بعد سنتين من الأشغال، برنامج ترميم قبور السعديين انتهى أخيراً، وأعاد روعة هذا المكان الساحر جوهرة الهندسة المعمارية المغربية.